احذر من ملك افريقيا ماذا قالت صحف اسبانيا عن مباراه الاهلي وريال مدريد سلطت الصحف الرياضيه العالميه الضوء على المباراه التي يخوضها النادي الاهلي مساء غد الاربعاء ضد ريال مدريد على ملعب الامير مولاي عبد الله ضمن دور نصف النهائي من منافسات كاس العالم للانديه 2022 الأهلي لم يسبق لهم مواجهه ريال مدريد على الاطلاق في اي لقاء رسمي ونستعرض لكم في السطور التاليه ما قالته الصحف الاسبانيه بشان مباراه الاهلي وريال مدريد قبل 24 ساعه من لقائهما المرتقب في كاس العالم للانديه أوضحت الصحف المدريدية أن النادي الأهلي سبق له بالفعل تحقيق الفوز علي حساب ريال مدريد في إشارة إلى الموقعة الودية التي جمعت بينهما في 2001 علي ملعب استاد القاهرة فوز الأهلي الودي دفع ماركا إلى توجيه نصيحة خاصة إلى ريال مدريد بضرورة الحذر من الفريق المصري الذي يمكن وصفه علي حد تعبيرها بملك أفريقيا وصفت الصحيفه المدريديه الاخرى الاهلي بالشياطين الحمر فيما استضافت انه افضل نادي افريقي في القرن العشرين واعدت صحيفه اس مقطع فيديو مطول شرحت خلاله لماذا يمكن اطلاق لقب القرن على النادي الاهلي حيث استعرضت البطولات المحليه والقاريه التي حصل عليها منذ عام 1907 استعرضت الصحيفة المقربه من اقليم كاتالونيا بعض الحقائق التاريخيه عن النادي الاهلي في تقرير لها عن نوانته بمنافس مدريد الاهلي انجح الانديه في العالم وكتبت صحيفه ايضا ان الاهلي المصري فريق حصل على اكثر من 140 لقبا في 116 عام وهي علامه فارقه تجعل هذا النادي القاهري الاكثر نجاحا في تاريخ كرة القدم والصحيفة الكاتالونية ركزت على مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية دون أن يتأهل مباشرة إلى المسابقة المناسبة